شنو اعترافكم على سالم العيساوي؟ هنالك بعي يعني هو يعني حقيقة سالم العيساوي أتى صدفة يعني إلى موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، لأننا عندما شهدنا عندما تم إقالة السيد الحلبوسي من البرلمان، الجميع يعني حقيقة وأنا كنت حاضر في هذه الاجتماعات الجميع تكلم أن هذا المنصب هو من استحقاق تقدم، مع ما حدث للرئيس الحلبوسي هذا المنصب سيبقى لتقدم، وهنالك وعود من قادة وكتل سياسية سنية أعطيت للرئيس الحلبوسي بهذا الموضوع. يجي واحد يقول لك هو ورث، خلاص هو جيب ورث. واحد من هو اتفاق جيب من الكتل السياسية، لكن بين خطين سني من أي شخصية من الكتل السياسية اتفاق السنية فرح. يعني احنا كل عملية رئيس كل العملية السياسية بالعراق هي باتفاق، يعني اختيار رئيس الجمهورية باتفاق، اختيار رئيس مجلس النواب باتفاق، وكذلك اختيار رئيس الوزراء مجلس النواب باتفاق. بعد ذلك يعني حقيقة بعد هذه الوعود وهذه العهود التي أعطيت لتقدم، تفاجأنا بأنه يعني تم ترشيح حتى السيد في حين السيد خميس الخنجر عندما رشح السيد سالم العيساوي كاسم ثاني مع السيد شعلان، كان يعني مجاملة من السيد خميس الخنجر في وضع هذا الاسم. لكن فيما بعد تطورت الأمور وأصبح سالم متمسك بهذا الترشيح، بالرغم من أنه يعني دخلنا جولة ثانية مع سيد محمود المشهداني والكثير من النواب السنة والكتل السنية ذهبت باتجاه ترشيح محمود المشهداني، لكن لم يذهبوا باتجاه سحب ترشيح سالم العيساوي، أو حتى سالم لم يسحب ترشيحه لتتضح الأمور وتتضح الفكرة، لأن الإطار التنسيقي ذهب باتجاه أنهم يذهبوا مع شخص واحد للاختيار لكي لا نقع في مشاكل سابقة. السيد سالم العيساوي من الخط الوطني الأول، والسيد سالم العيساوي أعتقد يشكل خطر سياسي كبير لتقدم على اعتبار أنه ينتمي إلى المساحة المناطقية التي فيها سيد محمد الحلبوسي. أنا أعتقد أن هناك نواب من تقدم صوتوا للسيد سالم العيساوي، سالم العيساوي مقبول وطني من قبل السنة والشيعة والكرد، بالتالي من جيء سيد سالم العيساوي شنو نوع الخطأ؟ لا شك سيد سالم العيساوي سوف يعمل إلى تأسيس لقائم انتخابية، وأن هذا التأسيس لقائم انتخابية سوف يقضي على التقدم بشكل نسبي كبير. نعتقد المخاوف من السيد سالم العيساوي من أدار هذا الموضوع، بالتالي هذا الحديث غير صحيح. سيد سالم العيساوي وأيضا هو مرشح السيادة، يعني السيد سالم العيساوي يشكل خطر لأنه ينافس السيد الحلبوسي؟ لا شك هو ينافس السيد، لكن السيد الحلبوسي إلى وزن سياسي وإلى قاعدة جماهيرية كبيرة، يعني ما ممكن السيد سالم العيساوي قد ينافس السيد الحلبوسي في منطقته. شوفي سيد فرح، خلاص هناك أحزاب سنية استطاعت أن تنشر قواعد جماهيرية عن طريق السلطة. البيت السني هو بيت غير مؤدلج عقائديا وقوميا بعكس البيت الشيعي والبيت الكردي. البيت الشيعي هو مؤدلج عقائديا، يعني بالتالي كانت لديه سلطة أو لم تكن لديه سلطة باعتبار هو حزب ثوري عقائدي وبالتالي هو ليس بحاجة إلى السلطة. البيت الكردي أيضا بيت قومي وبالتالي هو مؤدلج قوميا وأيضا هو ليس بحاجة إلى السلطة. وجود السلطة في البيت الشيعي والبيت الكردي يعزز هذا الوجود الثوري السلطوي. البيت السني يعتمد على السلطة، كثير من الأحزاب السياسية وتحديداً التقدم استطاعت أن تنفذ إلى مصدر القرار السياسي عن طريق السلطة.